ايدك اليمين، صوابعك الأربعة، الشمال شيلها. شكلك مستغرب المكان كده، مالك؟ بالراحة فيه؟ بالراحة، مش كده تديني فيزا؟ اتفضل يلا يلا، ما تخافش. ها، بيفكرك بحاجه المكان؟ انا عارف افكر، انا نسيت كل حاجه. لا ما تقلقش، ان شاء الله تخرج من هنا ان شاء الله. ده صور هنا. ادخل. بيفكرني بسجن اسمه غريب. اسمه ايه؟ اسمه غريب. طبعا او ابو غريب باين. اقعد هنا. ايوه. الاسم ماجد. اسمك بالكامل ماجد، ماجد الكدواني. تنسيته ولا ايه؟ يعني الظروف صعبه شويه. اسمك الثلاثي ماجد نبيل الكدواني. السن 40. الحالة الاجتماعية؟ متزوج. عندك أولاد؟ آه. عنوان السكن؟ في مصر الجديدة. العمل الحالي؟ ممثل. ده اللي في البطاقة؟ لا، في البطاقة بكالوريوس فنون جميلة. وليه مش كاتب ممثل؟ يعني بالإجراءات بتاخد وقت شوية، تجديد البطاقة دي يعني. بس طلعت البطاقة الجديدة. مع انها بقت الكترونية يعني، ما بتاخدش وقت دلوقتي. ده جواب من النقابة، هتروح تخلص كل حاجة. ما هو ما اعرفش اصحى بدري. يعني عندي مشكلة في الصحيان بدري، وحاولت اعمل الموضوع ده فلقيت الموضوع بياخد وقت. كسول كمان. لا، بشتغل بالليل حضرتك، باكل عيش. انت لعبت دور البطل التاني في فيلم طير انت، حصل؟ طبعا. ايه؟ ايه؟ اتنزلت عن حلم البطولة ولا ايه؟ ولا اتنزلت ولا حاجة. هو يعني المسألة مش بالبطولة، مش بالدور يعني، مش بالكم، مش بالطول يعني. بالنوعية يعني. يعني انت شايف ان انت عملت اللي عليك؟ الحمد لله. تفتكر بقى ما عملتش بطولة أولى ليه؟ مفيش سيناريو كويس؟ عملت بطولة أولى قبل كده. جايين لها، جايين لها. ماشي ماشي، طيب ماشي. حاضر. دلوقتي قبل تطير انت وبعد أول بطولة مطلقة ليك، ما قررتهاش تاني ليه؟ ما لقيتش ورق كويس، والدور اللي بيعجبني بعمله يعني. مش شرط بقى بطولة ولا مش بطولة، المهم الدور يبقى كويس يعني. يعني المنتجين مش خايفين يغامروا بيك؟ لا، ما كانوش شغلوني تاني. ما تتضايقش لما تلاقي مكي مع موهبته طبعا، بس صغر سنه وعمره الفني لا أقل منك، اسمه يتحط قبل اسمك؟ لا خالص. ليه يعني؟ ما يعني الناس خارجه من الفيلم ما بتقولش مين اللي اتحط قبل مين. الناس خارجه مبسوطه من الفيلم، وعاجبهم دوري، وعاجبهم دور مكي، وعاجبهم دور دنيا، وعاجبهم دور لطفي لبيب، وكل انه عاجبهم المخرج، وعاجبهم كل حاجه. اذا ما كانش ده يا حضرتك، انت فعلا اعتذرت للجمهور بعد فيلم جاي في السريع؟ نعم. اعتذرت للجمهور بعد فيلم جاي في السريع؟ نعم. يعني مش فكره اعتذار يعني، مش ما انا ما غلطتش في حاجه. متوتر ليه؟ انا مش عارف انت تشيل البتاع ده منين. ما تخافش، ده على فكره اللعب بيه خطر.
انت شايفنا هنا بنلعب ولا ايه؟ لا يعني ما ممكن يحصل اي غلط. انا بحقق مع ناس كتير قوي، ما حدش بيتعبني غير الممثلين. ليه؟ وما حدش بيقول ان هو خطر غير الممثلين. خطر؟ خطر في ايه؟ انت اللي بتقول. انا خطر؟ ما حدش بيقول المسدس خطر غير الممثلين. ما عشان بنشوفه، عشان بيحصل بلاوي من ورا. ما هو بيحصل بلاوي بسبب الحاجات دي. في ناس بلاوي زي ايه يعني؟ ناس انا بتروح قبل كده؟ ما طبعا. ايه اللي حصل؟ هو حصل لزمايلي. ايه اللي حصل؟ احمد السقا عينه كانت هتروح، وفي لسه فتوح احمد اهو متهور. احمد السقا قول لي بقى، اعتذرت للجمهور عن فيلم جاي في السريع؟ انا ما غلطتش في حاجه يعني، ما كانش اعتذار بالشكل اللي اعتذر. بس امال كان ايه يعني؟ ما في مكان كان الحمد لله حلو. ده لما اتعرض في التلفزيون ناس كتير كلمتني قالوا لي ده حلو جدا وبتاع كده. يعني انت شايف ان جاي في السريع نجح؟ ايوه. ولا فشل؟ ايه، ما نجح الحمد لله. نجح. انت متهم بان ادوارك الكوميديه كلها متشابهه في الاداء. اختلف مع حضرتك في الموضوع. ما تقعدي يا فندم. اقعدي ياخدي يعني اللي رايح. خليكي واقفه. اولا انت ما بتختلفش معايا انا، انت بتختلف مع اللي اتهمك الاتهام ده. مين اللي اتهمك؟ النقاد. في ايه؟ ان ادوارك كلها متشابهه الاداء. لا خالص طبعا. هو يعني حراميه في تايلاند زي جاي في السريع، زي حراميه في كي جي 2، زي كباريه، زي الفرح، زي لا طبعا مختلفه طبعا. راجعي مصادرك لو سمحت فندم. لا ده بقول لحضرتك اتفضلي استريح. شكلك هتتعبني. ابدا والله. استاذ ماجد بص، احنا هنا نوجه لك الاتهام وانت من حقك ترد عليه تحت امرك بالاعتراف او بالنفي. احنا ملناش دعوه، احنا مش نقاط. اوكي مركز معايا؟ انا معاك. في كمان اتهام ليك انك رغم انك ممثل كويس جدا وقدمت ادوار كتيره تراجيدي ونجحت فيها زي الفرح وكباريه، الا انك مركز في الكوميدي اكتر من اللازم. خالص انا الدور اللي بيعجبني واللي بحترم من خلاله شفت بقى عقليه الناس ومشاعر الناس، انا بحترم الدور ده. لكن سواء كوميدي او تراجيدي، ما بس الكوميديا حلوه برضه يعني. انت ما بتحصرش نفسك، انت شايف المنتجين والمخرجين هم اللي بيحصروك في نوعيه معينه. الورق، السيناريوهات مالها؟ هي اللي ساعات بتبقى متشابهه كده. انت في حاجه رش بيرسول، رش حاجه، في حاجه شغلاكي. شكلك ما دخلتش جهات تحقيق قبل كده فعلا. والله انا بخاف من موضوع التحقيق ده يعني. التحقيق ده اكتر حاجه بتتعبني. والله انت وشطارتك معانا. بس والله يا ريت كل المحققين زي حضرتك. خليك صريح فندم. يا ريت كل المحققين زي حضرتك يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. قبولك حلو بس نفسيتك تعبانه شويه فندم. يعني حضرتك مستريح كده؟ انت هتتعبنا بجد. ابدا والله. شكلك هتشرفنا كتير. ربنا يخليك يا فندم. انت شايف انك لسه ما خدتش فرصتك؟ خليك معايا. شايف انك لسه ما خدتش فرصتك؟ لا انا خدت فرصتي وزياده كمان الحمد لله على كل شيء. يعني شايف انك بعد 13 سنه عمر مشوارك الفني لسه مكانك سنيد للبطل او البطله؟ انا ما عديتهمش فندم. ما عديتهمش ليه 13 يعني؟ امال كام سنه بقالك ممثل؟ يعني نحسبها مع بعض. قول. انا مثلا من 85 ابتديت تمثيل في الكليه. خرجت 90 دخلت معهد فنون مسرحيه. قولي بمثل من 91 ايه في حاجه؟ انا بقلق لما ظهري بيبقى مكشوف عشان تبقي عارفه عني كده. ما تخافش احنا مغطيين ظهرك. بسم الله. بس ده في كلاب بره. من 91 بتمثل؟ ها ايوه قولي من 91 ل 2001 ل 2000 احنا في كام؟ احنا في 2009. يبقى كام بقى؟ انا ضعيف في الحساب شويه. من 91 ل 2000 ل 2000 ادي 17 سنه بتمثل ولسه شايف نفسك سنيد للبطل او البطله؟ خلاص خليهم 13. ولا سنيد ولا حاجه. انا مش بفاصل، انا مش سنيد ولا حاجه. انا بقول لحضرتك بمثل الدور كويس. بمثل الدور يعني المحترم. بتنكر انك سنيد للبطل او البطله؟ سنيد ماشي. سنيد او سنيد وحش؟ ما سنيد.
انت كمان متهم على فكره. خلصت فكره سنين دي يعني مش الدور التهم ده عندي، ده البلاغ اللي اتقدم فيك. في ناس انا عارفه ان عندكم في لغه السينما اسمه الدور الثاني او بطوله مشتركه، وعارفه انها التركيبه والورق والكلام ده كله، بس في بلاغ قدامي لازم اسالك فيه. طب ما انت عارفه كل حاجه وتصدقي البلاغات وانا اللي ببلغ فيك. ده بلاغ كاذب حضرتك. هي في جهه امنيه مش عارفه كل حاجه ولا لا؟ صح حضرتك شكلك عارفه كل حاجه. طيب انت متهم احيانا انك بتقدم ادوار اقل من كفاءتك. اقل من كفاءتي؟ ايوه. لا مش لدرجه يعني أقل. قدراتك الفنيه اعلى منها. الحمد لله ميرسي جدا اشكرك. وانا بمدح فيك. يعني وانا بقول لك اتفضل شاي. رب طب ما نشرب حاجه ولا ما فيش في التحقيق؟ تشرب حاجه؟ انت عاوز تقعد بقى. بصراحه مبسوط مع حضرتك. ايه رايك في الاتهام ده؟ ما هي اقوالك؟ ان انا بتقدم ادوار اقل من كفاءتك وموهبتك. لا مش للدرجه. بتنكر برضه؟ لا مش بنكر، بس مش لدرجه اقل من موهبه يعني. ما يعني في حد ادنى، في حد ادنى يعني بختار. انت ما بتفكرش بحسابات السوق زي بعض الناس في الوسط عندكم؟ ازاي يعني حسابات السوق ازاي يعني؟ النحت. لا فلوس. لا 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 فيلم تجاري. لا 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 النحت ده فن راقي جدا. النحت ده حاجه النحت ده في فنون جميله، في قسم نحت تمثيل وحاجات. انما بتنكت بقى؟ ولا بنكت ولا حاجه. في قسم نحت، انا خريج قسم ديكور، وفي ليا زمايلي خريجين قسم نحت. انما النحت اللي حضرتك تقصديه ده ما بنعملوش. انا بتكلم عن النحت التاني. فاهمك. وانا ما بعملوش على فكره. لانه في حد ادنى انا بقدر يعني بتنكر. ليه بنكر؟ ليه هو لازم اطلع بنحت وخلاص؟ ما بنحتش حضرتك. خليك معايا. ده في واحد بيجرجروه بقى. لا هي وصلت ده بس تلاقيه تعبان شويه. ما طبعا. قول يا ماجد، انت صحيح حضرت 50 فرح شعبي عشان تحضر لفيلم النبطشي؟ خليك معايا يا ماجد. في واحد واقف عامل لي كده ليه؟ ده الرئيس بتاعنا. مساء الخير. خليك معايا. صحيح انت حضرت 50 فرح شعبي لما كنت بتحضر لدورك النبطشي في فيلم الفرح؟ لا مش 50 فرح، بس حضرت كذا فرح والباقي شفته سيديهات. لان ما قدرتش اروح كل الافراح. يعني مبالغه، الرقم كان مبالغ فيه. ولا قلت تقول الرقم ده عشان تستغل نجاح بتاع الدور؟ انا ما قلتش حاجه. مصادرك تعبانه على فكره. انا ما قلتش 50 فرح. انت لحظه تعبانه. ما انا اسف يعني. مصادرك كويسه على فكره. ماله ده؟ لا مصادرك تمام. ايه طيب. قال ايه ماله؟ مغمى عليه. مغمى عليه. مصادرك زي الفل. ليه مسرحية بقى؟ أنا آسف بس النظرة دي قلقاني أنا. ليه بقى مسرحيتك لسكافي ملكا؟ الله الله أيوه. ما نجحتش؟ لا نجحت. ده رأيك؟ نجحت. نجحت إزاي؟ في جمهور يا فندم، في جمهور بيقول ماشي، ناس دخلتها وانبسطت بس نجحت، ما كانش ليها صدى. يعني أنت لما بتقابل حد بيقول لك إيه يا ماجد؟ مالك بقالك مدة بعيد عن المسرح؟ فين مسرحيات زي الإسكافي ملكا؟ لا حضرتك بيحصل معاك يا فندم، في حاجة اسمها إيرادات، وفي حاجة اسمها فتحنا 2 سيزون ونص وبعدها المسرح ولع. وفي حاجة اسمها أرش كومبلي كل ليلة، وفي حاجة اسمها إنه المسرحية كانت محترمة جدا، وفي حاجة اسمها إن الدعاية ضعيفة برضو أحيانا. أيوة. بس الحقيقة الدكتور أشرف زكي، دي مصادر أنا بقى. الدكتور أشرف زكي راجل مجتهد جدا، ودلوقتي انت عندك مصادر برضو. ده امال ايه وانا هاجي من غير مصادر؟ انا لازم يبقى معايا مصادر. هاجي لك كده. ما عنديش مصادر. تفتكر اسمك على عمل مسرحي ممكن يجذب الجمهور؟ جذب الجمهور فعلا. جذب الجمهور. الجمهور جه للاسف، لو ما كان مضايق حضرتك. يعني الاسكافي ملكا ما نجحتش او ما خدتش حقها في الدعايه عشان كانت مسرح الدوله. لا نجحت الحمد لله. خدت حقها في الدعايه. في ظل الظروف اللي كانت موجوده خدت حقها. ممكن يبقى في تقصير من جهات اخرى انما خدت حقها. طب لو كانت المسرحيه قطاع خاص كان حالها اختلف؟ لو كان قطاع خاص ما كانوش عملوا الاسكافي ملكا. ليه؟ النوعيه دي ما تمشيش مع القطاع الخاص، ولذلك القطاع الخاص انتهى، عشان القطاع الخاص ما كانش بيهتم بالمواضيع. ما بيهتم بايه القطاع الخاص؟ بيهتم بالزنبليطه. ايه؟ الزنبليطه. زي ايه بقى؟ يعني الزنبليطه دي. يعني فكرتني بعلي الكسار. الزيتة والزنبليطة، ها فاكره؟ أنت حققتي معالي الكسار هنا ولا؟
جالنا برضه. جالك حضرتك عندك كم سنة؟ لا جالنا زمان قبل ما انا اكون هنا. بسم الله ما شاء الله. لا طبعا القطاع الخاص بيهتم بالزنبليطة، يعني ما جات له فترة كده ما اهتمش بالمواضيع وما احترمش عقلية الناس وافكارهم ومشاعرهم، وعشان كده حصل دروب يعني في القطاع الخاص. انت عضلك مش ناشف في الوسط. عضل ناشف جدا. قص يعني بتحب تمشي جنب الحيط؟ اه بصراحة. ليه؟ كافي خير شر يعني، ما بحبش الهيل والقال واللت والعجن وعدد الشلب دي يعني. بس هو النجم يحب يمشي جنب الحيط ولا يخش بصدره؟ ما قلنا النجم ده الناس تقول عليها نجمة. ما انت نجم. ما ايه الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله نفسي جدا. احلى كلمة سمعتها من حضرتك ساعة ما دخلت المكان اللي. لا انت نجم. شفتي الراجل ونجم تقيل كمان. شفتي الاخ الرئيس بتاعك وتعب من الوقفة قعد وعمل لي كده. ايه الدور اللي يخليك توافق عليه على طول؟ اذا كان محترم، اذا كان بيحترم عقل المشاهد، بيحترق الموضوع، بيقدم رساله كويسه، اذا انا حبيته كممثل واستفزني وحسيت ان انا ممكن اختلف من خلاله، واحس انه دور محترم ما فيهوش اي جرح المشاعر اطفال او عائلات او اسر، بحترمه جدا وبقبله. والمنتج اللي لو جابوا لك ورق تقبله وانت مغمض حاليا؟ اه عفوا الاستاذ سامح عبد العزيز مخرجا، الاستاذ احمد السبكي منتجا، الاستاذ احمد عبد الله مؤلفا، الاستاذ وائل عبد الله منتجا، الاستاذ محمد ياسين مخرجا، الاستاذ شريف عرفه مخرجا، مدام اسعد يونس منتجا، استاذ وائل احسان مخرج. طب مين ما تروحلوش؟ ما انت هتعد مصر كلها. انا اروح مع اي حد بس يكون محترم يعني. ما عندكش تحفظات على اي اسماء انك ما تشتغلش معاها في المنتجين في المخرجين في المؤلفين؟ اسماء بعينها ما فيش، بس اتحفظ ان انا اروح مع اي حد مبتدئ او مش عارف شغله كويس او ما عندوش خبره، ما بحبش اشتغل مبتدئ. ليه انت ما تحبش انك تساعد حد في بدايه مشواره؟ اساعده اه بس ما ي... هو ما ي... ما كنتش مبتدئ في يوم من الايام يوم الناس اعتمدت عليك؟ ايوه كنت. لا ما اعتمدوش عليا بقى، انا كل ما كنت مبتدئ الناس ساعدتني. مش ايوه يعني ساعدوك وجابوك في شغل. ايوه وانت ما تساعدش الناس ليه؟ اساعد طبعا اساعد. لسه ايه ما روحش مع مبتدئ؟ ايوه مبتدئ يعني بس يعني توتك شويه يعني، يشتغل مساعد مخرج مثلا، يشتغل مساعد الاول، يشوف مشروع تخرجه في معهد سينما، يثبت ان هو عمل حاجه. يعني ما تروحش مع مخرج بيشتغل مخرج لاول مره؟ اه بصراحه. ولا مؤلف هيتعمل له فيلم لاول مره؟ لا المؤلف ممكن تقري الورق ويبقى ورق كويس ويجي مخرج كويس يرفع. طب ولو منتج بينتج لاول مره بس هيدفع لك كويس؟ ده يرجع بقى للورق السيناريو ويرجع للمخرج. ماشي. ما حسيتش ان المنتج وائل عبد الله اللي انت اتكلمت عنه من شويه ظلمك لما صعد محمود عبد المغني في فيلم مقلب حراميه كنجم وانت لسه؟ ده مقلب حراميه حضرتك، ده بطوله جماعيه. وبعدين انت جايه تقولي ظلمني في مقلب حراميه؟ ده وائل عبد الله، وائل عبد الله يعني حراميه في كي جي 2، ساندرا نشأت يعني حراميه في تايلاند، يعني كريم عبد العزيز وحنان ترك. ده الراجل ده جابني من بعد سعيد رايح جاي، الاستاذ محمد النجار والاستاذ هاني رمزي، اداني حراميه في كي جي 2، حراميه في تايلاند. بس اسمه على التلفزيون نزل قبلك. اول اسم ما ينزل قبلي، ايه المشكله؟ ينزل قبلي. اه يعني انت ما عندكش المشاكل النفسيه دي؟ ما عنديش المشاكل النفسيه. انت شايف مين اجمد كوميديان في جيلك؟ لا كتير. اديني امثله. محمد سعد. من غير مجاملات بس. ما تعديهوليش كلهم. الاستاذ عادل امام. اسم واحد بس. اسم واحد بس؟ في جيلك شايفه من اجمد الكوميديانات. هو عادل امام حد بيختلف عليه؟ صح عندك حق، مظبوط. لا كتير قوي. من جيلك انت اديني اسم واحد شايف ان هو جامد قوي بيضحكك. محمد سعد. ما تمسكش نفسك معاه. محمد سعد بيضحكني جدا يعني. محمد سعد. وهنيدي بيضحكني جدا. مواصفاتك الشكليه والجسمانيه مفيش زيها كتير في الوسط. الحمد لله ميرسي جدا. انت شايف ان ده اهلك للصعود بطريقه اسرع او لعدم وجود منافسه؟ والله بص اقول لحضرتك على حاجه. انا ما بهتمش قوي بموضوع الجسم ده يعني، يعني المهم الروح، يعني المهم الاداء، المهم الفكر، المهم التصديق، المهم
مصداقيه، حاجات كده يعني. انما موضوع الجسم ده يعني اخر حاجه الواحد يتكلم فيه، واذا حاجه محتاجه للجسم وماله يتوظف ساعتها. طب مين اكتر ممثل وانت بتشتغل معاك او مبسوط قوي؟ كتير قوي. انا عاوزه اسم واحد تختاره لي دلوقتي. انت جاي تجامل على حسابنا؟ كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز، انا بستمتع مع كريم عبد العزيز، مع ان ادوارك مع احمد عز كانت اهم. واحمد عز بقى انت عايزه اسم واحد حضرتك مع يعني هتزنقيني مع احمد عز؟ استمتعت معاك ولا عشان كريم صاحبك؟ ما هو احمد عز صاحبي برضه، ده كلنا اصحاب. ده شرف كبير يا فندم. شكرا انك مديت ايدك. لو جينا بقى للفيديو، ايه بقى بصماتك اللي انت شايفها مؤثره في التلفزيون؟ جسر الخطر استاذ جمال عبد الحميد، نحن لا نزرع الشوك الاستاذ حسين كمال الله يرحمه، الفرار من الحب الاستاذ مجدي ابو عمير. في تاريخك في عمل مع اهم المخرجين في مصر حسين كمال. شفتي بقى ايه بقى الفرق بين الاستاذ حسين كمال والمخرجين اللي بتعمل معاهم دلوقتي؟ فرق مجتمع وفرق واقع وفرق حياة اجتماعية كانت أيامية وفرق طباع مجتمع يعني، فرق وفرق خبرة، فرق خبرة كبيرة جدا. راجل يعني الحقيقة الله يرحمه، أنا ما شفتش حد احتواني قد الأستاذ حسين كمال الحقيقة. أنت تم استبعادك من مسلسل اغتيال شمس؟ أنا اعتذرت. اعتذرت؟ كان في خلاف على الأجر؟ لا أبدا، ما كنا اتكلمنا في الأجر، الورق ما عجبنيش الحقيقة. بس اتقال بقى ان انت اختلفت معاهم عشان كنت طالب 1.5 مليون وهم ما رضيوش. ما لا ما حصلش، ما يعني فكره الارقام اولا انا ماليش دخل. اشاعات يعني؟ ايوه اشاعات، ايوه اشاعات. لان حضرتك انا اختلفت على الورق مبدئيا، انا لما بخش عمل بتكلم في الورق الاول وبعدين نتكلم في الفلوس. وبعدين على فكره اديني سبب واحد خاصه بيا محدش له دعوه بيها. اديني سبب واحد. ايوه يخليني اخرجك من هنا. يا ابرأ نفسي من ايه طيب يعني؟ موضوع المسلسل ده ولا ايه؟ عاوزه منك سبب واحد يخليني اخرجك من هنا بشكل عام، بصفه عامه، عايز تخرج من هنا ليه؟ عايز اخرج من هنا، عايز اخرج من هنا علشان صدقني ما بقتش عايز اخرج. والنعمه. خلاص والله يعني نعادك، ابتدينا ناخد على بعض وتقدر تحلى حضرتك يعني. والله انا ممكن اروح اكل وارجع طيب عشان جعان. ناكل. ربنا يبارك في حضرتك دايما عامر. لا ميرسي، ميرسي جدا. قررنا اخلاء سبيل بجد المارد. الله الله ماجد الكدواني. الله الله. بضمان حاله الجوع اللي هو فيها عشان عاوز ياكل. اشكرك، ميرسي جدا. وبضمان طيبته. طب ما انت حلوه ونجوميته وموهبته. الله الله، بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده. وهتاكل وترجع لنا تاني. ماشي. مش كده؟ ماشي. تعدي تسلم. ها؟ أنا مبسوط إني هرجع تاني. وتشرفت بحضرتك. فرصة سعيدة. السلام عليكم. الكلاب بس بعد إذنك. بلاش. أمشي عادي؟ ما تخافش. مش هتيجي معايا؟ ما تخافش. يعني زي ما حضرتك جبتيني مش توديني؟ انا همشي. وانا جايباك ضيفك هنا ولا ايه؟ بالذمه ده منظر عادي. اتفضل يا استاذ ماجد. السلام عليكم. نادي بص لي من الصبح، بص له مره واحده. قلت له يفتح الباب. قول له ابعد اتكلم. قلت له ابعد اتكلم. افتحوا الباب. ما هيفتحوا حضرتك. هيفتحوا. يلا اسرع، احنا ورانا شغل يا ماجد ولا ايه الحكايه بقى بالظبط؟ في كلب جاي في وشي. ما تخافش من الكلب، اتفضل. ما انا لما ما اعرفوش ما اقدرش اطمنه. ما تخافش، مدرب كويس، اتفضل. مدرب بص بيبص لي زي الاخ. هو الناس هنا كلها بتبص. اسرع، هاتوا اللي بعده.